السلام عليكم إخواني الزلف اللون، لا تنسوا الصلاة والسلام على حبيبنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إذا إخواني قبل ما نبدأ الفيديو نطلب منكم اشتراك في قناتي، عاونوني نوصل 1000 مشترك قبل نهاية الشهر من فضلكم. إذا نبدأ بالنصر، يعتبر بطل إفريقيا إسماعيل بالنصر، ثالث لاعب جزائري حمل قميص ميلان في تاريخ العملاق الإيطالي، وكان أول لاعب حمل قميص النادي اللومباردي هو الدول الجزائري السابق سمير بلوفا. كامل شفاو بلوفا في 2004 واش دار إتسيتيرا، وكان ذلك موسم 1999 ليأتي بعد ذلك الدول الجزائري الآخر جمال الدين مصباح، والذي لعب له موسم 2012-2013. جمال الدين مصباح لمن لا يعرف راه في الطاقم تاع بوكرا، الطاقم الفني تاع بوكرا في الفريق المحلي، وجاء هذا بعد تألقه مع المنتخب الوطني. المنتخب الوطني دائما بوابة الأندية العملاقة. نتكلموا على بن نصر، إذا سجل لاعب المنتخب الوطني إسماعيل بن نصر حضوره في لقاء فريقه ميلان ضد تشيلسي برسم رابطة أبطال كأقائد للفريق، وقرر منح مدرب الميلان ستيفانو بيولي لاعب الخضر بن نصر شارة القيادة في لقاء أمس الأربعاء ضد تشيلسي، نظير مجهودته الفعالة منذ بداية الموسم. وبهذا الحدث دخل بن نصر تاريخ الميلان من أوسع الأبواب، حيث أصبح اللاعب أول لاعب من شمال إفريقيا وكاع البلدان العربية يحمل شارة القيادة مع في الروسونيري. كما يعد بن نصر رابع لاعب غير إيطالي يحمل شارة القيادة في ميلان بعد كل من الأوكراني تشيفتشينكو والبرازيلي كاكا والهولندي سيدوف. هذا إنجاز للاعب ما شاء الله. على كل حال إخواني، أيضا وصلنا إلى نهاية الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في قناتي، داموني داموني داموني. نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله. سلام.